كتير كتبوا لي في التعليقات يا ريت تعمل لنا فيديو اديني الزتونه لاضافه حساب اللي جي على الشاشه. ركز معايا، هتدوس على علامه البيت في ريموت كنترول، بعد كده هتضغط على الصوره اللي فوق، هيظهر لك بعد كده حساب اللي جي وده الاكونت اللي انا ضايفه. هتختار بعد كده اضافه حساب، هضغط على اضافه حساب، هيظهر لك ثلاث اختيارات، هتختار الاختيار الثالث تسجيل الدخول على التلفاز، بعد كده تسجيل الدخول الى حساب اللي جي، هتكتب هنا الايميل والباسورد وبعد كده تسجيل الدخول. الموضوع سهل جدا وبسيط. اي ايميل، نفترض الايميل بتاعي drusmagdi@gmail.com، انت هتكتب الايميل بتاعك انت مش بتاعي انا، وتدخل الباسورد وبعد كده تسجيل الدخول. هتقدر بعد كده تثبت كل التطبيقات وتقدر تعمل تسجيل صوتي باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. لو عندك اسف سؤال اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. هسيبك دلوقتي في شاشه النهايه فيديوهات اخرى، خش اتفرج عليها وصدقني هتستفيد جدا. سلسله اديني الزتونه، الخلاصه والافاده في القائمه دي، خش اتفرج عليها. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.